أنا عايز أشكرك أستاذ حسن حسين معالي عشان تعرفوا إن أنا يعني مسألة مؤثرة جدا بصراحة. طب أنا هبتدي من لحظة الارتباك اللي أنت وصفتها، قلت إن أنا جاي وأنا الارتباك ده دائم. يعني تفتكر أنا دلوقتي مش مرتبك؟ أيوة، بس ساعة المهرجان أنت قلت أنا عارف إن أنا هرتبك وكتبت ورقة. هقول لك لأن أحيان كتير كده بتيجي في يعني أنا لما قريت اللي كتبته ده لناهد أختي قالت ده مش أنت قوي، أنت عادة بترتجل وبتنكت وبتعمل. قلت لها مش حاسس إن أنا في المناسبة دي عايز أسترسل ولا عايز أنكت ولا عايز يعني أخد راحتي زيادة عن اللزوم. أنا عايز أقول حاجة محددة جدا، حاجة ليها دعوة بالسينما مش ليها دعوة بيا أنا تحديدا. ها، وإيه اللي بيديني طاقة عشان أعرف أكمل أعمل سينما؟ التكريم قد يبدو الوهلة الأولى أنك أنت بتتكرمي عشان خلصتي شغلك بقى خلاص، يعني ايه دلوقتي ايه؟ لا لا، عملت تراكم يستحق التكريم يعني. انا يعني فاهم بس ضروري دايما في الحاجات دي كلها، لان اللي بيحصل هنا اهو لحظه التكريم اللي هي انك انت اولا عايزه اقول ان انا يعني ان انا لسه في حاجات بتديني طاقه عشان اقدر اكمل اعمل افلام، والحاجات اللي بتديني طاقه دي ان في بالرغم من كل الصعوبات اللي موجودة النهاردة فيما يخص صناعة السينما في مصر، إن في ناس بيعملوا أفلام وبيحرسوا السينما وبيحرسوا صناعة السينما صحيح. المصرية صحيح. ودي معنى أنا حريص جدا إنه يتقال دايما، إن إيه وعشان كده السنة دي كانت أحسن عن السنة اللي فاتت، لأن السنة دي في أفلام رائعة نزلت السوق، أفلام عاملينها شباب وأفلام هايلة سافرت في مهرجانات وأخدت جوائز. فحتى من ناحية الكم السنة دي في حاجة بتحصل بحق وحقيقي في السينما. مش بتتكلم بس على مستوى السينما الشباك، إنما كمان سينما المضمون والتجربة حتى الشباك. يعني النهاردة في فيلم في فيلم عاملاه مخرجة شابة مكسر الدنيا، الهوى سلطان. فيلم حلو جدا. هبة يسري. أيوه هبة. هبة يعني عاملة فيلم حقيقي حلو. في فيلم اسمه اكس مراتي، فيلم تجاري جدا ودمه خفيف جدا. يعني هل معنى ان انا بعمل الافلام اللي انا بعملها وان انا متجهم وما انا اللي حببني في السينما ان انا بروح السينما مش بروح اتفرج على افلام انفا جمهور عادي، لما بنبسط ما بتكسفش ان انا انبسط.